شيخ عبد الباسط عبد الصمد، قرآن خويني دنزيرين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. دنگی چی پرسوز و آوازی چی خوش لگروی چی زیرین و همو جیهانی بخوی و سرسام کردو. کاتیک باسی قرآن خویندن خوشکان دکرید هنده چانستیری نو اوانن. یکی لو دنگ خوشو کاری گرانه شیخ عبدالباسط عبدالصمده. بسم الله الرحمن الرحیم. راستی امام مصطفی شیخ عبدالباسط کسی که فریده وکچون عربه کانه لن فرید من نوعه تاکا لبوارکی خویا بهوی قرآن و درکوتو طبعا خوش شهر او تمنایی کردو وکوا دوای اوی که حفظ قرآن که لمنالیاو پاشن لدیکی خویانا در اکوی شهر دوار اگری که دنگی که زور خوشی هیا هنگاو انی برو قاهرة الروا طبعا خوي دعائي كيه بوك خوي قوله بهوي قرآن وشهرتي ببخشي وكو باسم كرد كاتشة تأبسي لكا يادك ومناسبيكي آينيها لو مزقوتا بي موابي مزقوتي سيدة زينب اللي كاتشة تأبي قربالغي كي زور أبيني خلقي كي زور كوباتو همو قوله قرآن خناني ولاطي مصر اللي ودانيشتون وكو الشيخ عبد الفتح شع شاعي وكو الشيخ أبو العينين شعي شاع وغير أوانش كديان قاري جوري اللي أبوه طبعاً ملوكاته جنجبوه يعني زور جنجبوه بلام لأوجي قمي صوت أبوه كسيق لبا أم بيأو أبيني ما نص الشعب الباسط أبيني الله ليرا هرشي قاري أبناء وبانج كان هي كوبونته بو قر رخصة كتبوا ورقم توش توزك قرآن نخوني طبعاً ألم أمن نقطة انطلاقي الشيخ عبد الباسط رحمة إخوائي لبا الله آخر من لحضوري أو أنا ناتو أنا القرآن بخير ومن يسكي أم ناسي ولا لا عندك خمان وهات ومكس يعني من ناسي أمانة الله إن شاء الله درجاك خير اللي جنابك أكلته تو ليرة قرآن بخيره كأشيت أبيع قرآن أخوينه يتر الله هر أو نمزاني دني الله أكبر طبعا سوري أحزاب أخوينه دني الله أكبر منش سلم داخل سوق القرآن أخوينه مو طبعاً دي على الشر ميكردوه ولا حضوري أو قارئ أنا أو خلكي كي زورز لنا ومزجوتك أو طبعاً هم أجر مزجوتي السيدة زينب بما شاء الله هي كلام مزجوتك كان كبهزارها خلق أجره دعيش خوي هرب زمان مصري خوي أنا الله كسر مبرس كردوه فإذا يعني ما فيش موضع قدم بيجدني الدعيني أو ندخلك هاتو تجولة وواني دروج ناو سرجادة وناو بازار وكوشو كولانا كان كجوان لدنك كبوه همو هاتون تجوره والله أكبرك من بو بينج دقة بو ددقة بوايا قرآن بخون دا بلام بو ساعاتك رويو نزيك ساعاتك ساعاتك بويا وقرآن بخون ايتل هو الشيخ عبد الباسط شهرة دس بيأكاد
عبدالباسد محمد عبدالصمد سالی 1927 لا گوندی مراعزی سر باشاری ارمنت لا مصر لدائق بوا. هر لمندالی و هوگری قرآنی پیروز دبید. لا تمنی حود سالی و قرآن ختم دکاتو لا تمنی ده سالی ده همو قرآنی پیروز لبر دکات. سرتای سالانی پنجاکانی سده رابردو لا رادیوی قاهره و بودنگو آواز خوشانی دستی بخوندنی قرآنی پیروز کردو. هر زون او بانجی بلاو بوا اوی که من معلومات مهبی لسر قرآن خوینکانی اوی استاو اوی که لرابردو هیا نمزانی و هیز کسیگ بقدر شیخ عبدالباسط عبدالصمدی خواهی گور او شهرتو ناو دنگی پی بخشی بی سبحان الله یعنی او هم قرآن خوینه بتوانای هیا خواهی گور اوی حل بجار دیا بمعنی کلمه لبروی دتوانم برم هر چی او صفتانی که لقرآن خوینی هیا لروی هنریه و ولا روی اداوا یعنی خوای گور همو لو قران خوینه بر دسته کردو یعنی قران خوینه کده توانم بنم با مسلمان و با غیر مسلمان سبحان الله دیناسن و کاریگری شی زور تایبتی هه یعنی زور قران خوین هه تمشاده که مده چی زمانی لنا و خلچی شهرتنا و دنگه کو خوشه چی هه بس سبحان الله او قران خوینه خوای گور وای یعنی دنگه چی وای پی بخشی و شهرت چی وای پی بخشی و یعنی سال به سال روش به روش زیاتر و خوشتر و چاکتر لناو خلچی یعنی دنگکانی لیده دره تو جیب گیستی دبن دتوانم بریم تاک قرآن خوینه حتی او کاتی کم او دی من بزانم یعنی با قناعاتی من حیث قرآن خوینه کم ندی و با قدر و خواهی گوره شهرتو ناو دنجی پی بخشی و بیه گمانیش و بیه سبب نیا الا او ده بی کمرک صفتی جوانو زور تایبتی تی دابی لروی هنری و لروی اخلاقی و او بابتانه که خواهی گوره حالی بزاریه وکو مقام کان طبعا ما مصرش عبد الباسط همو مقام کانی خوندو ما حوت مقامی رئیسی من هیا او آوازانن که قرآنی پی اخوان رین اوش مقامی بیات و رست و سیگا و حجاز و نهاوندو صباو عجمو الان كرديش لقال ياها بلام اوي كمشهورة امام صشي عبد الباسط رستي زور خندوه رست لشي ادرك ولا تكويريا للضحى لو التيني والزيتون لا والسماء والطارق لا اقسم بهذا البلد قصار السورة كاني زور بي الرستة اوي كبطبقة برزك يا اخواني او مقامي الرستة زور جال ما وصل الشيخ عبد الباسط زور جاريش مثلا تكويري با تشوارغا خوندو با عجم خوندو طالما اوندا الطبقه كي برزا يعني اوندا لاستيكا خوندوتي هستي بيناك يعني جوان جوي بوشل نكي وازن هر برسته كي تكويري كي خوندو شكو بمقام عجم ايش تكويري خوندو وي في مواب اويكا او كاتيك لا شصت شصتون وانايا شصت حوت وانايا نازم بالضبط لصالي شصت كانها ين بو تعزي دايكي ملك العراق ملك فيصل قال يا تكويرك اخواني انا قلت سوريا حشره تكويرك اللي بعد جمع تكويري زور خندوا بانواع تكويري خندوا لو تشبلم بدا بانزا بس شوا بس تكويري خندوا ما مصرش عبد الباسط مقام كان اوي من اجا دار سيجاي كم خندوا نهاون دي كم خندوا هر ني يعني اشتكي بسيطي هي كردي هي بس بتلميح اماجي فيك اوي كزور بقوة تيايا بياتي هي بيات زور بقوة تيايا والله من السروي هم هو رستة حجازة صبايا شوارقايا يعني بلين عجمة اما عني خوندو شيخ عبد الباسط تايبا مندي خوي هبو لا قرآن خوندن دا ورنجا لا سايي كسي نكرد بيتوا ما مصر شيخ عبد الباسط وكو تقليد ظاهرا لدنكا وادياره تقليدي كسينا كردوا خوي شي ناله تقليد مكردوا الا او نبي لكاتي جنجيا بدائي تقليدي ما مصطى الشيخ محمد رسعتي كردوا رحمتي خوي لبي كناس راو بقي ثارة السماء اتر دنجي الشيخ محمد رفعت اك كل الدنجا هرا ناوزا كان لقاري اكون كاني مصر الشيخ عبد الباسط فرميت كان ده كيلومتر من ديكي خمانه ابري لبرول شوني كيتر راديو يليبو لشاي خانه تشبيه نبي يعني كأتوم لبا جملة أمزاني كان شمان وكان شمان إذاعي مصري
صوتي الشيخ محمد رفعت ليه ده أتشم ليه قوم ليه أجد أما تكاري قريز وربو بسهر دنجي الشيخ عبد الباسط طبعا الشيخ عبد الباسط حفظي قرآني لم ناليها كردوه شش صالية يعني نو صالية هموي كردوه باشان قراءاتي عشري طواو كردوه يعني حافظ بوه قراءاتي عشري شي طواو كردوه لدواي أوا إتر خوي ألي أمريج كي كخوم دامنا خوندم طبعا دياره ما بهري خواي خواك اشتكي بخشي بكسيك طبعا درك بيتي يا ام كساك دني هالبري ودني القراني خندوه وكو تقليد تقليدي نكرتش اگر تقليدي بكر دا كسانك هبو برن ما وصل الشيخ عبد الباسط بيشت مقلدي فلان كسبو نخير اما يعني وكو معجزيك يا قران ام بياوي يكسل الرقي قرانه ام دنگ تايبه النوازا وأم طبقات الصوتية لقرار وجواب وجواب جوابك بتايبتي جواباتك كان الشيخ عبد الباسط كالعلمي الصوتا براستي زور نايابن أو دنقو آوازا أو قرق زيرين بقوتي هبوا كخوابي بخشيوا أم قرآن خوين بناو بانغا كسكي نفس برزو بهالويست بوا شاوي لپاركو كردنوان نبوا تانيا مبستي بوا خزمتي قرآني پيروز بكات لاروی هنری دتوانم بلم او بشته که خواهی گر پی بخشی و صوتی کی نواز دنگی کی نواز آوازی کو ادایتی زور تایبت ولاروی اخلاقی شوا یعنی نحسبو کذالک ولا نزکی علی الله احد دتوانم بلم براستی او کلم من دیار ولیتی دگم براستی اخلاصیتی کی زور تایبت لو انسان ولو قرآن خوانا یعنی مزنی داهیا زگل وش حندک صفاتی زور جوانی تداه بولگر او ناو شهرتو أو هم مثلا ناسيني خلقي كسج زور متواضع بوا يعني تواضع وخوبة كم زانين لويك لكاتك أتو اشتيتش زور قولت بي بخشرايا أو قولاتيا أو قولاتيا اللو إنسانة شو خواهي قولة زياتر برزي دكاتو يعني أو يقلو صفتان بو كزور بي قرآن خوينة كان باسي عبد الباسطة كان لو رويك كسج زور متواضع بوا خوي بكم زاني ولا برامبر يعني خلقانك شو وكو خوي مثلا إذا خلقانا كيتا مشاهدة كي قرآن خوينا يعني آستي شي هي رنق حساب وهند خلقناك أوانا بو وصفاتي جواني زور تداب بو يقلو صفتانا كسي براسي بعزد نفس بو لو شويناني كقرآني تدا خوين دراوة أقر حقي قرآن وأهلي قرآن ندرا بايا رنق وجودي نبا بو نموني يقلو رداواني كباس دكن دلين يقل شوينا كان دعوة دكر اللي بو يقل محفلة كان عبد الباسط الشيخ عبد الباسط داود تسي القران دخويني كدخويني طبيعتي اهلي مصر وهايا يعني زور معجب دبن ب مثلا شتيك اگر بي ومعجب بن يعني عذابك اخويان در دبرن يچج لو كساني كدانشتيا باجو عبد الباسط ليك لما قطع كان تعود بيتن هل دستيتو ملوان كي جزير لملك يعني وكوي كام زور معزم بتو هو هديك بلمنو بوتو عبد الباسط طبعا زور تورا دبي دليو تو كردي تدلاقني بعد كوري قراني بقران خوينان ملواك كفر يد دا ومحفله كش بزيد لي يعني براستي مثلا استهند يك شدبين لو سردمي استا كدبين قران خوين دخ قران خوين لهند شوينان دعوه ذكريو ها تي بي دلن باره ونظم تي بس دا شعباز ذكري نظم شلون اوانه قبولي او موقفانيت يا النبي قران خوين لو زور قولتلا وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا له لعلكم ترحمون يتر يعني مواقف زورة لسلويك أو صفة جوانانيك لو شيخ داهب وخواي قروايك ديا أو شهرتي بيبخشي وحتى كو يستعكش كأنما حلنا ودا يعني دجي وزندوها شيخ عبد الباسط زور ولاتي جيهان قراو بجداري چندان بوني قرآن خويندني كردوا تنانت شاه محمد مغرب که دوستی نزیکی بود، دعوای لیکرد و به یک جاری ل مغرب منت او رجزنامی پیبدن. بلام، آورتی کرد و تو نیست و مصر بجبلت. ل راستی ما مصر شق عبد الباسط و کو بدعت باسم کرد. شخصيتي يعني تايبته وكاريغري ما مصر الشيخ عبد الباسط بسر هرشي قران خوني جهاني وهي يعني قران خوني لجهانا
كاريجريش ما وصل شعب الباصد لا فترة يقل فترة كان جيانيا بسريا والنبوبية هرشي قارئ كان هي من كزور بيان بيني وبتايبتي قرآن خواناني دروي هرمي كردستان قرآن خواناني مثلا إيران قرآن خواناني تركيا قرآن خواناني تنانت قرآن خواناني ولاتي مصر خوان كلا يزال يستجد مقلدي كزوري شيخ عبد الباسط يعني هي يعني لو أنا الشيخ محمد محمدي بحيري مجموعي كتريان يعني سيتشوار قارئ جوريان هي كت لا يزال إستش تقليدي وأنا يعني كل حياة تمام تقليدي ما مصر الشيخ عبد الباسط كان لبرو دنجي ما مصر الشيخ عبد الباسط أو عندك كاري جربوه يعني قشتو تأستك باشاي مغرب بيلا تشيت أبي من بوت أكم بس بي لوراتي يما دانيشي ونشتجابي للايما طبعا ملكي مغرب زور علاقيكي بقوته تايبتي هبو لقل ما مصر الشيخ عبد الباسط ومش طبعا فضلي قرآنه وفضلي خوايك بهوي او قرانه ام خوي غور ام بياوي او اندبرس كردوا هروها كما مصش عبد الواسط كاتشيبو باكستان بو يكم جار سروكي باكستان خوي بشخصي لمطار استقبالي ما مصش عبد الواسط اكاد امش او فرمودي بيغمر صلى الله عليه وسلم بير اخاته وكفرم يرفع الله بهذا الكتاب اقواما ويضع به اخرين خوي غور كسانك بن قرانه برزكاته وكسانك كيش نزم اكاته لبروا ما مصر الشيخ عبد الباسط تابلي تايبت بوا كسكي متواضع كسك بوا لقل همو قارئ كان قنجاوة كسك بوا يعني حتى خوش مشرب بوا لقل همو قارئ كان زور بي زوريان علاقيك بقوتي عنها بوا لقل ما مصر الشيخ عبد الباسط رحمتي إخوائي لنا دنگ التونیکی عبد الباسط عبد الصمد کاریگری خوې بسر کوردستان او وګمانګی چوارده درکوتو هر زول دلی خلکی کوردستان د ازګی خوې کړدو شیخ عبد الباسط یشکلو قران خانه قران خانه بناو بانکان جهانی ک کسکل مصر دان شو اجل برسل کوردا کاری گوری چې هله سر گوری هله سر جهانی اسلامي بغشتي او بتایبد لسر کردستان لسر خلک کردستان کوردنشین کاریګری گوری بو او ک ل 8 میازی تر ببیر مانبه بتایبد 80 کانو 70 کانو 80 کانو دوای اوش خلک کورد بعام بغشتي معجم سرسامون با دنګ خوشکی شیخ عبد الباسط اول منزور بیکات اگر بچتات ناو سیاره بتابد مثلا بیانیه تاریخ تا کان ماویک قرانی شیخ عبد الواسط یعنی خصصر لمز گوت کان مثلا روجانی شوانی هینی لم کبیره کان بو ماویک بدن خوشکی شیخ عبد الواسط او ناویان منور نورانی اکدو بدن خوشکی او قرانی بو اخندن و هر وهلا هندی شوین اسرانی پین شمک کک شوکی جمعه دی عيني بهماشي وان خص سر بلونغو بلونغو كان روجاني هر وهاله مانجي رمضان زوربي كان عسران لزورق لمزوت كان بدنگ خوشكي شيخ عبد الباسط اني جوي شي روحي ايمانيا ل قر كان دروس كردو لسر بلونغو كان قران لي ادابويا مثلا لشاي خانه كان بيانيا بتايبات پیش ونی لسرتای چون بو دوام دسکردنو گرم گرمی بازارا ماویک دنجی شیخ عبد الواسط ل چایخانه کانا ول شونه گشته کانا ابي سراو او ناوای جویش روحانی و خوش و ایمانی و منطقه درس سکرت الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سرتای سالانی هشتاکان لا کوردستان دا رابون اسلامی گشو نشونمای زوری دکرد. دنگی شیخ عبدالباسط یکی لپال نرو پشتیوانکانی بانگوازی اسلامی بو. به
بتأكيد لو خلق جنز دين دارك وأنا كبابندي دين داري ومزجوتو أو رابون إسلامي بتعبت كلا هشتكانا هبون بتأكيد دنج شيخ عبد الباسط كاريجري باشي لسران هبو شو شتشي سرشتية إنسان حزيل لدنج خوش وخا كردة إنسان حزيل لدنج خوش وإمامي غزالي قصيشي بنوبان جهية لحياة علوم الدينة من لم يحركه العود وأوتاره والربع وأزهاره فهو فاصل المزاج وليس له علاج هذا كسك عود جي كان نيجولين وهسي نجولين ديما نجوانا كان بهار وقولا كان هسي نجولين وكسي شي تبع المردوة سارة سري شينية كواته إنسانك حزيلة دنجي خوش أما تبع الزندوية برام دو دنجي خوش هي دنجي شي خوش هي زوجار حرامي تيه كبير دنجي شي خوشي ابي بعبادت جوغتن لدنجي خوشي قران ام عبادت خوا پرستي او كاتشا كنجا كان لهشتا كان اگران وبرو لايدين داري ومزگو تو خوا پرستي بتاكيد يعني سم حالتك شان عبادت خوا پرستي بي ول دور اكوتنو لهند گوراني ك رگ بيدراوني لرو شرعي و تيبيني ملاحظه لسلوان دور اكوتنو لدن بوچي جوغسين لدنجي خوشكان بزياتر رويا كرد قران خينا بناوبان كان قران خينا ديار كان لو كاتشا قران خيني لوكالي كمبو مثلا حتى لما صار مستوى العراق تنيال للراديو الراديو بغداد وكانت هندي شيوكو شغال عدن قيسي لي ادرا قلنا وكانت السعوديه كان لكل سنه لي ادرا العراق كان لي ادرا بلكو اوي كزيتر ناوبانجي هبو بيجي هبو خلق معجز حسام بو بيو وداداتوني بو اكد يشغلوان الشيخ عبد الباسط وحكم محمد صدق منشاوي زور متابعه كرا بلان بدرجه يك الشيخ عبد الباسط كاريغري شي غوري هبو شكو دنگ خوشكي او امجار جو غورانكاري گورانکاری که وانی که شارزان لمقاماتا حتما اوان باشتر زانن گورانکاری لحن کانو لمقاماتا اوش بتأکید کاری گری که گورتری هبو لسر جو گرکانی خلق متابعی باشی اکردو جویلی اگردو او کاتا اگر انسان دودا چونی بکرد زوری لگنجکانی او سردمانا وکو مكتبه كاسيتي يعني مكتبه كاسيتي يعني هبو كشريتي تاو انجوري همو مثلا همو خط مكاني لابو مو باش شي باش القراني كا بدن خوشكي خندوتي لايبو مثلا دساو دسيان بيكل بين اخوانا جوان لي اگر امش بتاكيد كاريغري شي باش هبو لسر اوكاتي گنج دين دار كامل سر رابوني اسلامي هروكو چون روحيه لسر روحيتي خلشي كردواريو كردي ديندار مسلماني خرش كردستان كاريگري هم شيخ عبد الباسط بنجات كرد و باپيري لكردستان و كوچي كرد و بو مصر بو دلين باوكي كرد و دايكي عربي مصري بو ما مستاملا محمد ربيعي باسي او دكات كلبوني كي قرآن خويندن لپاكستان شيخ عبد الباسطيش بجداري كرد و پيوتو كمنيش كردم درباري كردموني ما مصر الشيخ عبد الباسط قصي زور هي طبعا بلام سرچاوه كان زور بي زوري تنان سرچاوه بلين عربية كانش لوانا مجلي العربي الكويتي اما جبوكا كما مصر الشيخ عبد الباسط كرده لوانا كان موسوعيك اسلامي هي بنيوما لبا اما جان بي كردوكا كرده وهروها معجم اعلام الكرد الصويركي لبا هر علي كرده سرچاوی تریشه علی کرده. یکی لوانی که کخوم لیاد ما که لخدمت جنابی باوک ما برحمت به آبوا لراکردنی بهاری سال 1991 که من اوکات پولی ششی ابتدایی بوم کراکردن کرویده اما نزیک بینه ولی کرماشان لبی چاو من کود به ماموسای قرآن خون و دن خوش ماموسا ملا شیخ محمدی ربیعی رحمتی خواهی لبید. وباكم شو خدمتي ومنيش وكاتا من البوم شو ما خدمتي ليادما منشان آيات القران بوخند وبيخوش بو لويا ليادما كباس لكردبوني شي ماوصى الشيخ عبد الباسط كرا وماوصى ملا محمد ربيع رحمتي خوالي بي جختي لسر وكردو كردوكا كرده بلان بالضبط تفصيلي او بابتم
نایتەوە یاد کە چۆن باسییان کرد کە کوردە، بەڵام ئاگادار بووم کە جەختی لەسەر کوردبوونی کردەوە و لەم ساڵانە پەرتووکێکی بچووک دەرچوو باس لە ژیانی مامۆسا مەلا وازم باس لە ژیانی مامۆسا شێخ عەبدولباسط ئەکات، یان باس لە ژیانی مامۆسا مەلا محەممەدی ڕەبیعی ئەکات. ئەگەر هەڵانە بم لەویا وێنەکەیشی تایە مامۆسا مەلا محەممەدی ڕەبیعی بە تەنیشت مامۆسا شێخ عەبدولباسطەوە لە پاکستان وەستاون. لەوێ طبعاً قورئان خوێنە جیهانیەکان بانگ کراون. مامۆسا مەلا شێخ محەممەدی ڕەبیعیش ڕەحمەتی خوای لەبێ لەگەڵ مامۆسا شێخ عەبدولباسط ڕەحمەتی خوایان لەبێ لەوێن و بە جلە کوردیەکەەوە بە تەنیشتەوە وەستاوە، حتا تەنانەت باس لەوە کە مامۆسا شێخ عەبدولباسط ئیقراری کوردبوونی خۆی کردووە لەوێ وا ئاماژەی بووەکە. بەڵام ئیتر لە حەقەتا سەرچاوەکان زۆرن کە جەختەکەن لەسەر و هیچ دووریش نییە، چونکە کوردێکی زۆر لە میسر هەیە و عائلێ بەدرخانیەکان لەوێن و نەوەکانی سەلاحەددین سوڵتان سەلاحەددینی ئەیوبی هەر زۆرێکیان لەوێن و یعنی لەوانە عەباس مەحموود عەقاد، لەوانە ئەحمەد شەوقی، لەوانە یعنی دەیانی تر کە کورد بوون. بە دووریشی نازانم کە مامۆسا شێخ عەبدولباسطیش کورد بوون. شێخ عەبدولباسط عەبدولسەمەد لە وڵاتانی وەک میسر و عێراق و مالیزیا و سووریا و سەنیگال و پاکستان و زۆر شوێنی تر خەڵاتی ڕێزلێنانی پێبەخشراوە. هەزاران کەس لە جیهاندا بە دەنگە بەسۆزەکەی سەرسام بوون و بە چاوی پڕاسرینەوە گوێیان بۆ ڕادەگرت و سەدان کەس هەوڵیان دەدا لاسایی دەنگ و ئاوازی بکەنەوە. بسم الله الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا وسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. پاش 61 ساڵ تەمەنی پڕخێر و بەرەکەت و دوای دەیان ساڵ لە قورئان خوێندن و خزمەتی قورئانی پیرۆز لە 30 تشرینی دووەمی 1988 ئەو گەروە زێڕینە ماڵئاوایی لە گوێگرانی کرد. بەڵام دەنگی شێخ عەبدولباسط هەرگیز نامرێت و هەمیشە ئاشنایە بە ڕۆحی موسڵمانان و لە گوێماندا دەزرینگێتەوە. لە مەراسیمێکی گەورە و پڕشکۆدا بە خاک سپێردرا کە باڵیۆزی زۆربەی وڵاتانی جیهان بە نوێنەرایەتی سەرۆک و گەلی وڵاتەکەیانەوە ئامادەی مەراسیمەکە بوون. Oh!